أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان خلاف هند البلوشي وحياة الفهد إلى الواجهة من جديد. وفي التفاصيل، هاجمت العيدان مواطنتها الممثلة هند البلوشي، وذلك على أثر الخلاف الحاصل بينها وبين الفنانة حياة الفهد، والذي تتهم البلوشي بسببه بعض الأطراف بالتآمر عليها. وطالبت مي العيدان هند البلوشي بالتحول إلى كتابة السيناريو أو الإخراج كحل أفضل لها، بدلاً من الاستمرار في انتقاد زملائها في الوسط الفني. وقالت مي: أطلت حياة الفهد في برنامج ببيان عبد الرحمن، ورفضت نقد هند البلوشي لمسلسل مع حصة قلم. وفعلا كلامها صحيح، الفنانة الكبيرة حياة الفهد يا جماعة مليون مرة قلنا الفنان لا يمكن أن يكون ناقدا، لا يحق للفنان أن ينقد زملائه. ووجهت كلامها لهند قائلة: هند، كان ممكن تروحين تدرسين إخراج، كان ممكن تدرسين كتابة السيناريو والحوار، ولكن النقد على الفنان؟ لا أدري على أي مبدأ هند البلوشي طلعت وقالت إنها الفنانة الوحيدة اللي ماخذة شهادة. لا يا ماما، سعاد عبد الله عندها شهادة، ومريم الصالح عندها شهادة، فنانات كثيرات كويتيات عندهن شهادة، وليست هند البلوشي فقط. وأضافت: أنا عندي هند البلوشي خسرت الكثير من اسمها من يوم دشت سوالف النقد، وهذا لأنه خطة غير مدروسة من هند. وعندما تقول يحفرولي يبون يوقفوني وما يبوني أشتغل، وهي ثاني سنة أقعد، أنت يا هند قعدتي في البيت بسبب النقد، لأنك انتقدتي زملائك ومنتجين قاعدين يشغلونك في مسلسلات. وتابعت: أحس حسبة هند كانت غلط، وكلام حياة الفهد أمانة صحيح، خليها تنقد نفسها صح، وأنا عايزة كليب واحد زي الناس هي طلعت فيه. أنا ما أفهمها، مرة تقعد وتتكلم بما يجوز وما يليق، وهي تروح تسوي العكس. وأردفت مي العيدان: الفنان لا يجب أن يتكبر عن الاعتراف بخطئه، وهذا ما تفعله. هند البلوشي فنانة جبارة ونجمة مهمة، ولكن لا أدري هي تمشي بتفكير وعقلية من، والذي يجعلها تظهر بمظهر المغرورة. ومشكلتها أنها تريد أن تنتقد ولا تريد أن ينتقدها الآخرون، وأصبحت هي الشعيب اثنين، أي مشكلة لديها تخرج على سناب للحديث، وهذا لا يصح. من جهتها، تجاهلت البلوشي كلام مي العيدان هذا، إذ في نظرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي نرى أنها مشغولة في الترويج لمسرحيتها الجديدة، متجاهلة كلام كل من مي العيدان وحياة الفهد عنها.